تحية عالية من داخل إطارنا العتيد، التنسيقية المحلية الموقع وجدان منضوية تحت اللواء التنسيقية الوطنية للطلبة خريجين وممرضين المعاهد العليا لمهن التمريضية وتقنية الصحة. وفاء فقاعة طالبة بالمعهد العالي لمهن التمريضية وتقنية الصحة وجدة شعبة القبالة السنة الثالثة، عضوة في التنسيقية المحلية الموقع وجدة ومنسقة وطنية. تمثيلا وتنزيلا مخرجات البيان الوطني للتنسيقية الوطنية، جسد اليوم موقع وجدة وقفة محلية ذات طابع وطني، وذلك ردا على العديد من المشاكل التي يعاني منها الطالب الممرض. ومن بين أهم هذه المشاكل الاكتظاظ الذي يشهده المعهد بسبب الرفع من عدد بعض الطلبة في بعض الشعب القديمة وإضافة شعب جديدة دون النظر إلى البنية التحتية الهشة التي يعاني منها معهد وجدة. ومن بين الحلول التي أو الحلول الترقية التي جاءت بها الإدارة إدارة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة وجدة، قالت لنا نقراو في دار الفتاة اليوم. وطبيعة الحال باش نهضروا على بعض المشاكل الأخرى من بينها التعويضات عن التدريب الاستشفائية، كنعرفوا أن الطالب الممرض كيغطي الخصص مهول في داخل المستشفيات العمومية، ومع الأسف ما كاينش تعويض عن التدريب الاستشفائية. متعرض بكثرة للخطر، ومع الأسف ما كاينش حتى اللقاح لباتيت بي. ومشكل اخر وعويص هو شبح التعاقد في القانون 0922 من الماده 19 منه، مكتوبه بصريح العباره الشغال بموجب عقود. مازال ما عارفينش واش يطبق علينا كممرضين ولا غيدخلوا معنا خواص بالعقود. اذا شبح التعاقد كاين يا مباشر او غير مباشر، وحنا كطلبه التمريض طلبه المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه نرفض التعاقد بجميع اشكاله. حنا واش الا كان المشكل ديال الاكتظاظ، حنا كطلبه غير مجبرين اننا نلقاو حلول. هذاك الحلول اللي مجبره تلقاهم الاداره والوزاره. الوزاره اللي باغا تزيد من عدد ديال الطلبه تدبر لهم فين يقراو، ماشي يزيد لي العدد ديال الطلبه يوصل ل 1200 طالب حاليا في معهد وجده بلا ما دير له فين يقرا. وضعيه مزريه، ولينا كنقراو بلا طابله، وبعد شي مرات ما كنلقاوش كرسي علاش نجلسوا باش نقراو. ولينا ولاو يلقاونا دي صال ديال تي بي عامرين غبره عامرين بماتريال قديم خصك تجلس وتقرا فيه. واش هاد اللوكال هذا كيصلح ولا كيحفظ الكرامه ديال الطالب في التمريض في المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه التابع للتعليم العالي؟ تابع للتعليم العالي فقط بالاسم بلا مكان ولا نحن سنظل متشبتين بالمطالب ديالنا. وحنا كطلبه ما غنرضاوش اننا نقراو فين ما كان. طلبه ديال المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه خاصهم يقراو في اسبيت ولا يدبروا لهم مكان يحفظ الكرامه ديالهم، ماشي يضرب لي كرامه الطالب عرض الحائط.